صرح المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة أن الصندوق سيطلق الخطة الوطنية لترشيد الطاقة بداية الشهر المقبل، وأكد حمزة مواصلة الصندوق تنفيذ مشاريعه في مختلف المبادرات في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، متوقعا أن يبلغ حجم مساهمة الصندوق خلال العام الحالي حوالي 10 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع تتجاوز كلفتها الكلية 50 مليون دينار.